ارتبط الفن السياسي الساخر في اليمن بميلاد الحركة السياسية العلنية منذ الوحدة السلمية التي فتحت أفاقا لحرية التعبير وحق تكوين الرأي وحرية الإبداع، على الرغم من عدم توفر فرص الدعم والإسناد لحالة الإبداع ذات الاتجاه السياسي. الوعي الشعبي في اليمن هو الآك تأثر بالفن السياسي الساخر أكثر من تأثره بالوعي النخبوي على كافة المستويات. لعبت أشرطة الكاسيت الساخرة دورا فاعلا وحيويا في تشكيل الوعي الشعبي المعارض، خصوصا مع بروز ثنائية فهد القرني ومحمد الأضروعي إلى واجهة الفن السياسي الساخر أول الألفية. مع ظهور الإعلام التلفزيوني تطورت السخرية السياسية التي كانت تقتصر على أشرطة الكاسيت والمهرجانات والأمسيات إلى الحالة المرئية التي قدمت قالبا جديدا قائما على المقاطع المصورة واللمسات الفنية، وهي وإن كانت تفتقر إلى الإمكانات إلا أنها شكلت إضافة نوعية حقيقية. البرامج الساخرة في اليمن حققت رواجا واسع الانتشار وبالذات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصلت فيها عدد المشاهدات إلى مئات الآلاف، وتجاوزت بعض المشاهدات على اليوتيوب 1,000,000 مشاهدة، كما في أغنية محمد الأضرعي إشعاعات تشتي مننا. برنامج عكس خط للفنان محمد الربع، وبرنامج ولا نخس للفنان كرم بحشوان، وبرنامج غاغا للفنان محمد الأضرعي، ومسلسل أنا أشتي أفهم للفنان عامر الرجوي، أبرز ملامح الفن الساخر في اليمن الذي يحضر في الوعي الشعبي كحالة فنية لا تخلو من نبرة الاحتجاج على اللحظة اليمنية الراهنة منذ الانقلاب والاجتياح. بحسب متابعين، يعود سر انجذاب الجماهير لهذا النوع من الفن إلى كونه شكلا جديدا من أشكال الاحتجاج على الظلم والقهر السياسي، الأمر الذي ضاعف من حجم تفاعلات الجماهير وردود الأفعال الإيجابية، وعزز حضور هذا النوع من الفن في الذاكرة الشعبية، وتنامى حضوره بشكل واسع في العقود الأخيرة، وبلغ ذروته في الثورة الشبابية الشعبية إلى مقاومة الانقلاب والاجتياح.